نظر ناس يعني معلش ممكن يكونوا ما قروش كتاب في حياتهم دي ست عورة. فأنا برفض ده وبرفض أن تضع أي ضوابط، لأن اللي بيحط الضوابط ده مين اللي اداله ده؟ هو ربنا. مين اللي اداله الضوابط ومين اللي اداله الحق في إن هو يحدد المجال بتاع المبدع؟ عشان تاخد ممكن. أشكرك أستاذ أبريل الشواشي، ما حدش مسافر؟ لا لا لو مقتنعين، أنا مش عايز أوجه الجمهور، مش عايز أوجه الجمهور. طيب أستاذنا المهندس فاضل سليماني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحقيقة لو هنتكلم عن الحريات فالحرية في الإسلام تساوي الحياة، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. يعني الإسلام هنا ساوى، والله الواحد لو بالغلط خبط واحد بالعربية وموته أخذ حياة بالغلط، يكفر عن ذنبه بأنه يعطي حياة لشخص ميت. طب إزاي؟ أنا بتعطي حرية لشخص مسلوب الحرية. فالحرية يعني أول حاجة الحقيقة أنا أسعدتني إن الباشمهندس محمد الصاوي غير العنوان. أنا العنوان لغاية ما أنا كنت جاي كنت شايف حرية الإبداع أو حرية التعبير بين مؤيد ومعارض، قلت الله وأنا أبقى في المعارض ولا في المؤيد؟ لا أنا في المؤيد، أنا مؤيد الحرية بشكل مطلق عشان تبقوا عارفين. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام أطلق عليه في القرآن الكريم أنه النبي المحرر. لوظيفته إيه؟ ربنا بيقول ليضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فهو جاي عشان يحرر هذه البشرية. أنا من شعائر ديني إيه؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لو هنهى عن المنكر في بلد حرية الرأي والتعبير يبقى خش السجن. يبقى بيزكلي كده اي بي سي، الإسلام بيدي حرية الرأي والتعبير. الأمر الثاني، نجد أن القرآن الكريم بيقول لي أن هناك مساحة كبيرة جدا لحرية الرأي والتعبير حتى مع الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ إني جعل في الأرض خليفة، فالملائكة أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وما نحن رحنا فين؟ احنا نبقى الخليفة. ربنا عمل فيهم ايه؟ عاقبوا عشان عبروا؟ لا، اكسبيرمنت صغيرة جدا. تعالوا نعمل تجربة، قولوا لي الأسماء كلها سبحانك لا علم لنا ما إلا ما علمتنا، وآدم أنبئهم بأسمائهم عرفوا. نفس الكلام سيدنا إبراهيم، ربي أرني كيف تحيي الموتى، ما عقبوش، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ربع دقيقة ماشي. نفس الكلام برضو، اداله تجربه، اقطع اربع طيور، قطعهم ادعوهم ياتينك سعيا، يعني يقول لك ماشي مش هيقول لك طير، مش هتعمل دول طيورك انت. سيدنا موسى، رب ارني انظر اليك، نفس الكلام، انظر الى الجبل فان استقر مكانه. فاذا ما فيش مزايده على الاسلام اطلاقا مساله الحريه ولا حريه التعبير. شكرا. استاذنا الفاضل جمال بخيت. يعني أنا طبعا سعيد بأن أنا بسمع هذا الكلام. أيضا أحب أكد على أنه الحرية منحة لكل البشر، وربنا إداها للغني والفقير، الذكي والغبي، الأبيض والأسود، المؤمن والكافر، أطلقها زي الهواء بالضبط. زي ما ربنا ما أعطاش حق حبس الهواء أو إمكانية حبس الهواء عن أي مخلوق، عمل نفس الشيء مع الحرية. ربنا ادانا منحة العقل، وبدون الحرية لا ضرورة للعقل أصلا، ولا ضرورة للحساب، ولا ضرورة للعقاب. فبالتالي إذا كنا بنتكلم عن إنه الله سبحانه وتعالى حق، والبعث حق، والحساب حق، يبقى كمان الحرية حق، لأن بدون الحرية لا يوجد. الحرية أساسها الاختيار. يعني ايه حر وما تاكلش غير كذا، وما تلبسش غير كذا، وما تقولش غير كذا، وما تعملش غير كذا، ما تبدعش غير كذا؟ الحقيقة ان هذا الكلام يتنافى مع ان احنا في النهاية مسؤولين عن افعالنا، ويتنافى تماما مع فكرة انه في حساب وفي ثواب وفي عقاب. كل دول مبنيين اصلا على اساس
الحرية. عشر ثواني. اتفضل. شكرا. أنا سعيد بكل التزامنا. دكتور حلمي الجزار. شكرا جزيلا. أعلى شيء في الحرية اختيار العقيدة. وأعطى الله عز وجل لكل البشر. وكل الحق من ربنا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذا كانت القمة العليا فيها حرية تامة. فالفروع بعد ذلك فيها الحرية التامة. لكن الإنسان يعرف إن إيه بقى الإطار؟ محدش يحط، مش البشر اللي بيحطوا الإطار، اللي بيحطوا الإطار الله ورسوله. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى، تعالوا معايا، الله وإيه؟ ورسوله ماشي وبيت المجتمع. وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الإطار خاطبه ربه وقال: لست عليهم بمسيطر. فإذا هي قضية، قضية توضيح وهداية. وأما ثمود فهديناهم، هديناهم يعني إيه هديناهم؟ لو ما كانوا كفر ممنوش. هديناهم ووضحنا لهم الهدى، لكن ما اختاروش، هم أحرار. ومن ثم إذا كان بس دليل على هذه الحرية في أعلى قيمتها في العقيدة وأعطيت للبشر، فليجي بقى تاني يتمحك ويبتدي أصقص من الحرية فيما دون العقيدة، أنت بتتكلم في إيه؟ إذا كان الله أعطى الشيء الأعلى.